كان الأب ديالي كيصلخني وكيجري عليا في النص ديال الليل. خرج للإدمان بقى صغيرة. شحال ديك الساعة كان في عمرك 13 عام ياش ولا؟ لا لا عندي تقريبا 14 سنة. 14 سنة. يعني 14 سنة خرجتي للشارع البنات الكارو البليا. كلشي خرج لي أي بلية خرج لي أنا درتها في الصغر ديالي. شنو لقيتي في الشارع؟ كلشي باغي منك كلشي باغي لحمك. مشاهدينا اشواق تي في كنحييكم مره اخرى. هذا الفيديو بالخصوص كنبغيه انه يكون موجه لواحد الفئه عمريه اللي هي فئه الشباب. الشباب اللي كنشوفوا فيهم مستقبل الغد. الشباب اللي يقدروا يغلطوا اغلاط في واحد السن ديال المراهقه او سن اللي هي صغيره، وهاد الاغلاط قدرت تكون عندها واحد الواقعه كبيره على حياتهم في المستقبل، والنتيجه ديالها ما غتكونش في هذاك الوقت انما فاش غادي يكبروا. هادشي اللي غنشوفو اليوم مع القصة ديال الأخت فاطمة الزهراء اللي غلطات غلط ملي كانت صغيرة في وقت الطيش ما كانش عندها العقل، ولكن من بعد ملي كبرات اليوم وصلت لسن ديال 40 سنة كتعيش التشرد، حتى الأسرة ديالها سمحات فيها بسبب الأغلاط اللي دارت في الصغر ديالها. أختي فاطمة الزهراء، يعني اللي غادي نبغيو نعرف أنا ويبغيو يعرفوا الناس اللي كيتفرجوا فيك ويسمعوا القصة ديالك اللي يستافدوا منها ناس وناس كذلك يعاونوك، من الاول ملي كنتي صغيره ملي فكرتي انك تنوضي وتخرجي من داركم؟ انا ما عمرني السلام عليكم بعدا، انا ما عمرني فكرت نهرب من دارنا ونخرج من دارنا. كنت باقا صغيره ما كنعرف والو، كان الاب ديالي كيصلخني وكيجري عليا في النص ديال الليل ما كيرحمنيش، وانا باقا دريه صغيره عندي 13 سنه 14 سنه، وهذا الشيء كاين اللي بغيتو نديكم فين كنت فين تسولوا وتاكدوا ما كانش كيرحم. علاش كان كيضربك في داك السن؟ يعني كنتي انت كديري البساله كنتي تخرجي؟ بالعكس، كنت ظريفه، كنت درويشه، اضرب وحده عنده في الدار هي انا، واعز وحده عنده في الدار هي انا. ما فهمتش بعد مرات ثلاثه الليل ربعه الليل كان كينوض كيضربني كيخرج، ماشي غير انا، حتى خوتي حتى هما كلشي داز عليه العذاب، الا جوج الصغار اللي ما دازش عليهم العذاب، ولكن العذاب الكبير هو داز عليا انا من كثره الضغط ومن كثره داك العصا. صافي وانا نطج وليت كنخرج وليت كنهرب، خرج للادمان باقا صغيره. صافي حتى انايا وليت كنكمي وليت اي حاجه فين ما قالوا لي البنات يلاه كنمشي معاهم هنا كنمشي هنا كنهرب لي من هنا كنهرب. شحال ديك الساعه كان في عمرك 13 عام ياش ولا؟ لا لا عندي تقريبا 14 سنه. 14 سنه. يعني 14 سنه خرجتي للشارع البنات الكارو البليا. ماشي خرج لي اي بليه خرجت لي انا درتها في الصغر ديالي. فين كنتي كتباتي ديك الوقيته؟ كل مره وفين كنبات، نقدر نبات في الزنقه، نقدر نبات مع شي بنت، كل مره وفين كنبات ما على بالوش بيا هو. وملي كيصلخني وكيجري عليا الزنقه، الام ديالي كنبقى فيها كتهبط مسكينه بالليل كتحل الباب، كانش عندنا واحد البنيقه تحت الدروج كندخل باش كننعس فيها، خاصني نفيق بكري قبل ما يخرج هو يطل ما يلقانيش. كنبقى دايعه مجلقه مع البنات بدل صافي هادشي. يعني كنتي كتخرجي مع البنات، كنعرفوا ان يعني العيشه في الزنقه ولا هاد العيشه اللي انت دويتي ديال الادمان قدرت تعرض فيها دريه في داك السن الاغتصاب، تحرش بزاف الحوايج اللي تعرضتي ليه؟ تحرش بزاف، وجري علي باقا كنعقل واحد النهار باقا صغيره، وهو غي من هذا المنبر غيشوفه وغيعقل عليه. ضربني سلخني انا وخويا الصغير وما لقينا فين نمشيو، مشينا لدار جده وانا ندقوا عليهم، دقيت ساعه ويخرج لي واحد خالي ما كنعتبروش خالي انايا، وما انا تسميه غير جلسه، قال لي مالكم؟ قلت له راه بابا جري علينا وما عندناش فين نمشي. قال لي ما نحن الخيريه، سيروا. قال لي وسد علينا الباب. شديت خويا صغير وهبطنا للكوميسيريا لابيجي لتحت، مشينا عندهم. ديك الساعه الصراحه ما كانش الامن امن، اما دابا الحمد لله كاين الامن والامان كيوقفوا معاك في اي حاجه. يا بنتي ما عندنا ما نديروا لك، سيروا. شديت خويا ومشيت لواحد الجرده قريبه لدارنا، ونعس انا وخويا وتعانقنا في الجرده حتى الصباح بقينا تمايا. صافي. يعني هادشي دوزتيه في هذاك السن الصغيره وصلت واحد الوقيته اللي نقدر نقول لك حسيتي براسك انا غير غاده في هذاك في هذاك الاغلاط ديالك. واول عيد كنتفكروا غنعيدوا معاه جرى عليا، اول عيد كبير جرى عليا، اول ما ننساهاش.
اول عيد كبير غنعيدو معاه باقا كنعقل عليه لغد العيد الكبير. جرى عليا بالليل خرجني. واش من السبب تجرى عليك في هذه المناسبه؟ والو كنت كنضحك انا وخصي كنتناقل انا وياه وماشي بشي حاجه غير الصغر عقل الصغر يعني انت ما دويتيش مع خصي اللي كبر مني انت يعني بياك بك انا نطسي كضرب فيا فداك الليل وخرجني فداك الليل والام ديالي كتبكي يعني ندوز غير العيد معاك ما عيطتش وجرى عليا الزنقه. نهار العيد الناس كيعيدوا في ديورهم والعائلات وانت فين كنت؟ انا كنعيط في البحر انا كل عام كنعيط في البحر اي عيد كنعيط في البحر يعني من بعد فاطمة الزهراء هادشي اللي هرسك شويه تهرس بزاف. شنو هو السن اللي دخلتي فيه للسجن وشنو السبب؟ دخلت للسجن تقريبا عندي 17 سنه تلاقيت بشباب وهربت كان كيسلخني بزاف الوالد ديالي يعني لدرجه كان كيعلقني راسي لتحت ورجلي الفوق وكيرطب القنبه في الماء والملح كيكبوا لي السطوره ديال الماء وكيبقى يضرب فيا او كيشد كابلي ديال الضو كيضفرو كيبقى يسلخ فيا بيه بدون اسباب ولكن من بعد ولاو اسباب من بديت الانحراف وبديت كنهرب وكذا كنرجع ثاني فهمشي كيبقى يسلخ فيا كيبقى يعذبني بحال ما هكا تيقول لي خرجي برا يعني دري ما عارفه والو بالعكس الا خرجات وتعاطات لشي حوايج انت خصك تجيب هاد الجماعه الجره اللي عندك ماشي تزيد تعذبها وتجري عليها وتلوح الزنقه ها فين وصلتيني دابا وصلتيني لشي حاجه زوينه وصلتيني للتشرف رجعوا فاطمه الزهراء للسن ديال 17 سنه قلتي تعرفت على شباب شنو وقع؟ تعرفت على شباب وهربت معاهم وقعت جريمه قتل في محطه ديال انزكان في اكادير تشديت 10 تحكمت ب 10 سنوات والدراري تحكموا ب 15 سنه والحمد لله اللهم جريمه قتل شنو التفاصيل ديالها كيفاش وقع؟ التفاصيل ديالها كان انا هبطت وكان غيتعدى عليا واحد السيد من تما من المحطه والدراري اللي معايا تضاربوا معاه وقع شي جار هو مات الله يرحمه وحنا تعساقنا هذا هو السبب الرئيسي يعني هما دافعوا عليك دافعوا عليا صافي والحمد لله خرج عفو ملكي نهار اللي تزادت لاله خديجه شحال دوزتي؟ تقريبا دوزت 8 سنوات 8 ديال السنين يعني ديك 8 سنين وانت يلاه عندك 17 عام كيفاش دازت عندك فاطمه الزهراء؟ ايوا داز عليا العذاب دخلتي لواحد العالم يعني غريب عليكم عارفه شنو فيه صعيب ولكن الحمد لله لدرجه الام ديالي كلات العصا في طريقي انا باش ما نتزارش وغامرات ووقفات معايا وخدمات عليا في الديور وتكرفسات عليا وكتجي عندي صحه من المحمديه لاكادير كتبات مسكينه كدير كرتونه كتوصل بكري وكتبقى حدا باب السجن حتى كيوصل الوقت باش تدخل عندي وباش تشوفني قال لي انا ولا بنتك قالت لي انا ما ولدتش 10 من فاطمه الزهراء ولدت غير وحده انا ما عندي ما ندير لها مكساب كساب انا ما نخليش الناس كيتزاروا وبنتي تطلع عينها وتشوف الزيارات وما يجي عندها حتى واحد بغيتي تطلقني طلقني جمع على العائله كامله دار لها مجتمع قال لها ما عمرك تطلبي مني حتى شي حاجه قالت لي وفعلا ماما بقات على الكلمه ديالها ما عمرها طلبات منه شي حاجه ما عمرها هزات شي حاجه من الدار بقات كافحت عليا وخدمات عليا في الديور وتكرفسات عليا وبقات هزه عليا الزياره ديالي ومالية فيا حتى خرجت الصراحه الله الله يسمح لي من ديك الام يعني نهضر لك فاطمه الزهراء على ديك 8 سنين وسط من السجن مع العيالات كيفاش دايره الاجواء تما حيت دابا عرفتي علاش انا نقول لك هادشي حيت كاينين بنات اللي دابا حتى هما خارجين الزنقه وكيقول لك انا نمشي للحبس ماشي مشكل وهادي ولكن ما عارفين شنو كاين ورا الباب ديال الحبس كاذب ورا ملي غتمشي للحبس عالم ثاني الحبس بالعكس عاد كتعلم قليل باش غتعلم شي حوايج ولكن لا افكار ديما غتكون افكار الحبس وغتلقى ناس مزيانين غتلقى ناس خايبين عناصر غتلقى بزاف د الحوايج خايبين في وسط الحبس حتى حاجه ما زوينه في وسط الحبس حيت دابا المشكله في فاطمه الزهراء الاغلبيه كيقولوا حبس الرجال هو اللي كيكون صعب من ديال العيالات حيت فيه الاغتصاب فيه هذه فيه هذه بالعكس هو سجن النساء فيه النقاء فيه بزاف د الحوايج اللي غنقول لك انايا كاين النقاء ديال بصح وانا اكثريه كانت انا سمايه ملي دخلت صغيره كانت عندي ام ديالي كنقول لها ماما هي اللي رباتني صافي ملي خرجت برا انا ما نعرفش شنو هو سميت با كنقولها على شي واحد في الزقه كنقول ليه با حتى ديك سميت امي دابا مابقاش كنقدر نقولها كنقولها على شي مراه لدرجه ماما كدوز من حدايا ما كتقدرش تدوي معايا ملي كتكون غاده هي وياه كدير بحال هكا الوجه كتلفس باش ما تشوفش فيه وكتالم وكنحس بها كتالم وكنتالم ممنوع تهضروا معاها بغيت نعرف علاش هاد السيد دار معايا انا بحال هكا بالضبط حتى انا كنبقى بنتك تخيل الا بغيت ورقه من المقاطعه ما كيعطيوهاش ليه
ملي مشيت عند السيد قلت لي بغيت الله يخليك شي السكنه، قال لي لا فين فاعل بغيت نعرف علاش، ويقول لي اختي الاب ديالك قال ممنوع تاخذي شي ورقه انت. قلت لي مرحبا، قال لي حقاش شي معيشه مع امه. قلت لي ماشي مشكل. واخا شديتي ملي كانت عندك 17 عام دوزتي 8 سنين خرجتي بعفو ملك، ديك الساعه عندك 25 سنه، يعني خرجتي فاطمه الزهراء، كيفاش لقيتي العالم؟ العائله ما بقاتش عندك، بقات عندك غير ديك الام اللي كانت كتكرفص وجيتي لعندك، ما عندكش فين غتسكني، ما عندكش باش غتعيشي، هذيك الدنيا كيفاش استقبلاتك والمجتمع كيفاش شاف فيك؟ استقبلني يومين بس، استقبلني يومين نهار ثلاث ايام، مشيت نشوف واحد الود من العائله، انا جايه للدار كيبان لي الوالد ديالي داخل الدار، شافني هو يسد عليا الباب، دقيت كيسحب لي كيضحك معايا هو يحل، ويقول لي شنو بغيتي؟ وانا نشوف فيهم تنضحك، ويقول لي كما كتصحبي راسك انا كاري لك هنا، هو يسد عاود سد عليا الباب رضخو بالجد، بقيت واقفه مصدومه ودايره بحال هكا وكنبكي، عاود دقيت عليه، قال لي ما غتدخليش للدار، قال لي سير طري عند الكيلي ولا رجعي للحبس بالاعدام، انت قال لي ما تعيشيش مع ولادي، قال لي انت وحده مشبوهه غتشبهي لي ولادي. بهاد الطريقة هادي وفعلا وخرج للزنقة وخرج للشارع. شنو لقيتي في الشارع؟ كلشي باغي، كلشي باغي لحمك، كلشي باغي يستغلك، هذا هو اللي كاين في الشارع. بعتي لحمك؟ بعت لحمي حساعيت، ما كاينش اللي يرحمني، كايناش الرحمة، قليل في الرحمة في شي حد كيرحمني من اللي كيعرف الظروف ديالي، هو اللي كيرحمني، اما شي حد اخر ما كيرحمنيش، لما بعت لحمي ما كنترحمش، اما دابا الحمد لله انا فعل يلا ما كندير والو، ولكن راه تعذبت. فاش تعذبتي؟ تعذبت وباقي كنتعذب، انا وليت مريضه باكتئاب نفساني شادني وحق الله العظيم، مريضه ما كناش كتقدر تضربني الفيقه في اي وقت بالليل كنوض كنريح، كنبقى نفكر بزاف علاش انا وقع لي بحالك. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.